وطبعا موسم الرياض فاتح أبوابه لتجربة ترفيهية ما حتلاقوا أبدا مثلها في أي مكان، وأكيد طبعا كان خلفها عمل رهيب جدا بقيادة معالي المستشار تركي آل الشيخ. طبعا الخيارات أصعب من الحصر وكل شيء متوفر في دليل الفعاليات. اللي ما راح بعد كل اللي شافه أكيد حيروح، ولا راح يكون أكيد خسران. عمل عظيم بقيادة معالي المستشار تركي آل الشيخ، وكالعادة وموسم فوق الخيال، ومثل ما عودنا في كل موسم من مواسم الرياض. وخلونا أقول لكم قبل ما نختم لا تجون. عموما مكملين معاكم مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل مبدأ البحث عن الراحة يضمن استمرارية الحمية الغذائية.